بدأوا يهددوا فيا ومحاولة اغتيال اخويا اللي اكبر مني واخويا الاخر اني حاول اغتياله قتلته من اخوتي واحد فجروه في المحل بتاعه واحد لاصقه في سيارته واحد رماية امام حوشه يعني الواحد خلاص معاش فيها يعني انا طقوا فينا يعني ما رجش يعني لين يجوني عند الحوش نحن كمدنيه نوفوا الشغل الادارات العسكريه، العسكريه ما قدرتش تسكر الشغل هذا، سكرناه نحن كمدنيه، لنا قريب سنه كامله مواليد كلنا قال اكبر واحد فينا مواليد 91 والحمد لله. يعني كلهم من 92 ورقه، والحمد لله بفضل ربي وفضل الشباب وفضل جهود الدعام تاع اهلنا نحن قاومنا. أرض الواقع نحن قاعدين فيها الميدان كان كم رجالة تعالوا لا وتكمل بنغازي ليبيا مستيبين فيها شبر بإذن الله هذه الأوامر اللي ماشيين بين وبإذن الله يد واحدة مع فريق موضوع كم انتهى إن شاء الله مسألة وقت بس يا خوارج هيسحب الجو